موسم الموت عاد، كرمنا يحترق. تشاهد على يوم الأرض وكنت موجود وكنت قريب وكنت حاسس. المعركة ضد سلب الأرض استمرت مدة طويلة ثم وصلت إلى ذروة معينة في يوم الأرض، وهذا أنا بعتبره برنامج سياسي لكل شعبنا الفلسطيني. إنشاء هاي المنابر كمنبر مقاوم هو فعل مقاوم وليس فقط ردة فعل. والله زراعك بالدار يعود اللوز الأخضر. شي بكفر. بكفر عشان هيك بقول لك نويت أصلي. ومن سجن عكا وطلعت جنازي، محمد جمجوم وفؤاد حجازي. هذا الحدث الكفاح المركب جدا خلق تغيير نوعي بنفسيتنا احنا كفلسطينيين. غطي الورق غطي بالدمع يا عيني.